تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى. عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها. الواحد فينا لما يتذكر خساره فريقه باربعه بخمسه بسته بسبعه حتى لو بثمانيه ويقعد مع اصحابه بيقول يا رب بينه وبين حاله ما يتذكر هالنتيجه يرجع يفتحوها حتى لو كانت اربعه اكلتها بال2000 بتألمك لليوم حتى لو كانت بال90 بضلت تتذكرها لليوم. لكن تخيل لو انه فريقك اتلقى 149-0 اذا احنا بنخسر 2-0 وبنتخبى يومين ثلاثه عن الناس لما نخسر 149 على الاغلب انه حنختفي تماما. نرجع لعام 2002 عام الظاهرة رونالدو لما توج بكأس العالم في كوريا واليابان. بس اتركونا آسيا بعيد وخلونا نروح من كوريا لليابان لمدغشقر وهناك كان عندهم بطولة اسمها دور السوبر المدغشقري. بالضبط هيك بتلتفظ مع انها صعبة بصراحة. هذا الدوري كان من 24 فريق يتأهلوا من الدوريات المحلية. بعد ما يتأهلوا من الدوريات المحلية يتم تقسيمهم لأربع مجموعات 6-6-6-6 وأول ثلاثة من كل مجموعة بيتأهلوا. كم بيضل عنا؟ 12. هذول ال 12 بيتم تقسيمهم مرة ثانية لمجموعتين ليتأهل أول اثنين من هون وأول اثنين من هون ويلعبوا ما يسمى المربع الذهبي ويفوز منهم بطل دوري. هذه البطولة ما حدا كان عم بيسمع فيها، ما حدا كان عم بيعرفها، ولا حدا عارف قانونها أساسا لعند ما جاء تاريخ 31 أكتوبر عام 2002 وصحف العالم ووكالات الأخبار عم تنشر في مباراة عملت رقم قياسي مجنون. فريق بيهزم الثاني 149 مقابل لا شيء. فريق أديما بيهزم فريق أولمبيك ديلي ميرن بنتيجة 149-0 ويتوج باللقب. يا عيني على الاكتساح، يا عيني على الاستحواذ، يا عيني على السيطرة على الكرة. لكن الغريب انه الفريق اللي فاز ما لمس الكرة الا مرة واحدة لما سنتر وشاف المفاجأة الكبرى. الفريق اللي عم بياخد الكرة واللي كان حامل اللقب السنة الماضية ديلي ميرن بيبدأ يسجل اهداف بنفسه، هدف ورا الثاني ورا الثالث. لعيبة الفريق الاول أديما ما عرفوا شو يعملوا، وقفوا على جنب فعليا على جنب وقالوا خلوهم يكملوا الشباب يسنتروا ويسجلوا يسنتروا ويسجلوا. 149 هدف، هذا معناه تقريبا هدف بكل 36 ثانية. مباراة دخلت موسوعة جينيس على طول، أكبر خسارة في تاريخ كرة القدم، أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم. مباراة أصبحت وأزاحت رقم قياسي آخر كانت معترفة فيه موسوعة جينيس يعود إلى 117 سنة قبل ذلك، واللي كانت فوز فريق اسمه أربورث على أكورد ب 36 مقابل لا شيء، ومسجلة في عام 1885. صحيفة الجارديان ثاني يوم المباراة عملت تقرير طويل عريض، قالت احنا عشان تفوز 3-4 لازم تستحوذ على الكرة وتلمس الكرة وتهجم وتسدد. تخيل انك تفوز 149 بدون تسديد وبدون استحواذ. ربما هذه المباراة مثال كويس للي بيحبوش الاستحواذ، بصير يقول لك الاستحواذ مش كل شيء. شوف هذا الفريق خسر 149-0 وهو مستحوذ 100%. لكن طبعا هذا التفسير مش مقبول مش منطقي، لانه كل شيء في تلك المباراة مش منطقي مش مقبول ساذج، وحتى بعض الصحف وصفت ما جرى بالأمر التافه. القصة ببساطة، ليش هذا الفريق راح سجل بنفسه 149 هدف وحقق أرقام قياسية كثيرة؟ أكثر فريق سجل نفسه أهداف في نفس المباراة، أكثر فريق استحواذا في تاريخ كرة القدم، أكبر خسارة، أكبر نتيجة إجمالية بكرة القدم، أرقام قياسية بالهبل. لما هذا الفريق نتيجة إنه وسم فريقه ونديه واسمه وتاريخه بعار ال 149 هدف. ببساطة المباراة اللي قبلها في المربع الذهبي ديلي ميرن كان هو حامل اللقب وعم يلعب مباراة وبتقدم 2-1 حتى الدقائق الأخيرة. الحكم بيحسب ركلة جزاء غير منطقية حسب وصف كثير من وسائل الإعلام المدغشقرية. وقتها ركلة جزاء تحولت لهدف، اتعادل ديلي ميرن هدفين فأصبح خارج حسابات اللقب فقرر ينتقم من الجميع. احتج النادي، احتجت الإدارة، احتج المدرب، ما سمحهم الاتحاد المدغشقري. فكان القرار هذا الاتحاد ما سمعنا حنخلي كل العالم يسمع فيه يسمع بغلطته. فجاء المدرب اتفق مع بعض قادة الفريق وقالهم لابد نقنع اللاعبين بذلك، اقنعوهم دخلوا وصارت المهزلة الكروية. فريق أديما توج باللقب نتيجة فوزه بهذا اللقاء. فريق أديما بدأ في اتهامات انه معقول اتفقوا مع بعض أديما وديلي ميرن ورشاوي وفلوس من تحت الطاولة عشان هاي النتيجة. فقالوا الناس لا، يعني مش منطق انت عشان تتآمر تكون متآمر بهذا الشكل الساذج اللي الكل يشوفه، مش منطق ابدا. فتم نفي صفة المؤامرة والتلاعب بالنتائج من أجل منح اللقب لأديما. لعيبة أديما قالوا بتصريحات ما عرفنا شو نسوي، يعني عمرك ما حتكون بهذا الموقف إنه خصمك بدمر نفسه بنفسه، أو كما وصفتها إحدى المواقع واحدة من أكبر عمليات الانتحار الجماعي.
في تاريخ كرة القدم، وطبق أدم القاعدة الشهيرة: إذا رأيت خصمك يرتكب خطأ فلا تقاطعه، خلوهم الشباب مبسوطين بيسجلوا بنفسهم هدف تلو الآخر. العالم كله ضغط، فيفا اتصل في الاتحاد الافريقي، شو بصير عندكم؟ الاتحاد الافريقي اتصل في الاتحاد المدغشقري، شو بصير عندكم؟ الاتحاد المدغشقري شعر بالحرج، لازم اعمل شيء. تعالوا، اعطى انذار لكل لاعبين الفريق الخاسر مبدئيا، ثم دور فوجد انه المدرب هو المتآمر الرئيسي في القصة، فقام بحرمانه لمدة 3 سنوات، مش بس من التدريب بل من دخول ملاعب كرة القدم. المدرب اسمه راتسر زاكا، اذا بعرف الفضه مدرب هو اللي اخذ القرار. خسروني الدوري اللي كنت حامله وتآمروا علي وديلي ميرن في ذلك الموسم. حتى أكون واضح، بتلقى كثير ناس بيقولوا كان خلال الموسم عم بيشتكي إنه في استهداف إله منذ بداية الموسم، ويبدو إنه الأمور طفحت فيهم وقرروا إنهم يخلوا البشرية كلها تعرف إنهم انظلموا. أيضا عدة لاعبين آخرين من هذا الفريق، 3 أو 4 لاعبين، تم إيقافهم حتى نهاية الموسم الكروي. المشكلة إنه حارس الفريق هذا كان كابتن مدغشقر، فأيضا تم إيقافه من المنتخب ومن النادي. وهذا الفريق ديلي مار ما جاب اللقب من بعد 2001، في حين أديما فاز بالدوري 2 بعد فوزه هذا. أحد المؤرخين الإنجليزيين في كرة القدم اسمه ديفيد باربر بيقول: هذه النتيجة عمري ما سمعت عنها 100%. كنا زمان نسمع قبل الحرب العالمية الأولى والثانية عن نتائج 30-40-50، بس 149 أعتقد ما حدا راح يسمعها. صحيفة جارديان قالت: هذه النتيجة ذكرت الناس إنه كرة القدم ممكن تصير كرة سلة بعض الأحيان. الجمهور اللي حضر هذه المباراة انصدم: شو هذا؟ احنا دافعين فلوس وجايين تضحكوا علينا بهذا الشيء؟ بعد المباراة على طول ركض على شباك التذاكر، أيامها كان ما فيش أونلاين للبيع، فالتذاكر ورقية، بدنا فلوسنا الآن. عامل التذاكر أخذ قرار ذكي جدا، قال لهم: وقفوا تذكرتك وخذ فلوسك، تذكرتك وخذ فلوسك. وقالوا عنه الصحف المدغشقرية إنه كان ذكي جدا وقتها، لأنه لو ما عمل هيك كان تحول الموضوع لبحر دم. كان الجمهور الغاضب اللي محبط بعد اللي صار قتلوا على الأغلب. موقع بليتشر ريبورت وصفها من واحدة من أسوأ 7 أحداث في تاريخ كرة القدم. أيضا عندنا في أحد الكتاب راح عمل كتاب عنه قرر يبيعها، وفعليا الكتاب ما فيش فيه كثير معلومات أكثر من القصة، ما حطوا أونلاين، اللي بده يشتري يشتري، بس بتلقى أسماء اللي سجلوا الأهداف بحالهم وشوية معلومات. القصة بتبيع، أكبر خسارة في كرة القدم. ربما الناس كانت ما سمعت بقصة ظلم هذا الفريق لولا ما عمل ذلك، لكن أن تسم نفسك بأنك صاحب أكبر خسارة في تاريخ كرة القدم شيء كثير كبير. أنك تنتحر هذا الانتحار الجماعي الكروي شيء غير مفهوم أبدا. لكن بالنهاية لما تروح على صفحة ويكيبيديا تحت أديما وديلي ميرن رح تنصدم، مكتوب عنهم 2 عن كل واحد. السطر الأول أنه هذا فاز بدوري 2001 وهذا فاز بدوري 2002، والسطر الثاني الاثنين كانوا في مباراة خسروا فيها 149-0. بعض الأحيان التصرفات الغبية، التصرفات الساذجة ممكن تكون سبب شهرة أبدية وتاريخية وتدخل فيها موسوعة جينيس، لكن هل هذا شيء بتفخر فيه؟ طبعا لا. نوصل هون لنهاية حلقة قصة كل جمعة. تتركوا لايك، بتعملوا اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.